احنا في الغردقة قدام جزيرة مجاويش، وزي ما انتم شايفين تقريبا سمك تونة بيطارد سردين صغير، وطيور النورس عمالة تاكل منه. يعني في الغردقة ادي جزيرة مجاويش الصغيرة. ضيفني ماي. Покажите, где? А где рыба? Где рыба? Поймали рыбу. Ой, молодец. Молодец, молодец. Ты опускаешь объят, что ли? Нет, Аня, давайте ее. А что ты будешь делать? Нет, Аня. Молодец. Аня, не трогай. Давайте ее. Нет. Отдай ребятам, которые работают на яхте, не делают. نرجع تاني لسمك التونة اللي بيطارد السردين كتير قوي. بعدنا عنه شوية، هناك أكيد في سردين كتير. البحر الأحمر أجمل بحر ممكن تشوف فيه سمك شعب مرجانية.